حلواني التعليق الرياضي. طبعا دي انا كنت قلتها في 2008، كنت قلتها في والناس 2008 اتعلقت بيها جدا جدا جدا. انا على فكره كنا بنعمل البطوله دي من بره مصر، والحلويات المصريه انا يعني بحبها شويه، بميل ليها. اكيد كلنا. فطبعا انا قاعد كنت كان نفسي في، فالمهم ايه، وانا بحضر ماتش مصر والكوت ديفوار، فقلت اول واحد هيجيب الكوره دي انا هقول عليه ده الحلواني بتاع، انا ما فيش حلويات. فجت بقى غلط. ومسكت مع الناس ومشيت لا مع الناس. احنا بصراحه كابتن هاني في 2008 عملنا كره قدم ده عظيمه حقيقي جدا جدا. من افضل البطولات على انا في مستوى خمس القاره ماتشات اصلا. الاولانيين قبل الفاينل دورت على نص الملعب ما تلاقيش 3 4 مس باص. يعني انت بتتكلم على تيم ماتش مصر والبرازيل، يعني فيريرا لوسيو ومجموعه اللعيبه البرازيليين في الامتار الاخيره بيتعادلوا معانا مش قادرين. فاحنا قدمنا كره قدم غير طبيعيه جدا في 2008، فمن و2009 في كاس عالم القارات كنا فرقه جامده جدا ده جدا. بيساعدك يا كابتن لما بتلاقي اداء الفرقه حلو وبتلاقي الكوره حلوه والماتش حلو، ده كمان بيساعد المعلق طبعا انه طبعا يطلع طبعا طاقاته يعني. طبعا يا كابتن هاني. بص يا كابتن هاني، اعظم شرف ان انت تمثل بلدك، تلعب كوره، تعلق كوره، تبقى مع بلدك. يعني ده عارف، ده بيديك وانت في الملعب بقى يعني نجاح غير طبيعي. فما بالك بقى لما تتجمع المجموعه دي كلها مع كابتن حسن صحيح. ومع مصر كلها كانت عايشه اجواء جميله. وخلي بالك بطوله 2008 دي ما كانتش مصر بس، ده كان الوطن العربي. يعني انت مجرد صحيح. تخلص الماتش تلاقي كل الوطن العربي بيبعت لك تهاني ومبسوطين، لان بصراحه الاداء يعني حتى الرانكينج بتاعنا، حتى التوصيف بتاع كابتن حسن من افضل 4 5 مدربين على مستوى العالم، ما اعتقدش ان حصلت دي انجاز مش هيتكرر تاني مع مثلا. كوره كابتن هاني طبعا كده. مع ما الكوره الجميله بدل بكلمك عليه ما كسبتش في المباريات لما بتحس ان الكوره حلوه وفي ماتش في طبعا. كوره بمعنى اصح، ده كمان بيطلع طاقاتك، غير بتفرق لما يكون مباراه على المستوى الفني قليله شويه. طبعا طبعا، لان الماتش قوه الماتش وقيمه الماتش والاتموسفير بتاع الجو نفسه والوضع انك تروح الملعب، كل ده بيعمل لك نجاحات كبيره جدا. تعمل ريال مدريد وبرشلونه من الملعب، تعمل مثلا المانيا اسبانيا من الملعب، تعمل فاينالات دوري ابطال اوروبا، كل ده انت مجرد ما تخش الملعب زي لعيب كوره لما انت كنت بتدخل والاجواء معاك موجوده. صحيح. وانت حتى تشوف كل دوريات اوروبا دلوقتي موجوده مثلا بنسبه كبيره جدا ما فيهاش جمهور، هو الجمهور هو المسرح، والملعب ده هو المسرح اللي المعلق كمان بيطلع فيه فنه وابداعه. يعني في جمل مشهورة للمعلقين على مستوى التاريخ، يعني هل المعلق بيبقى قاصد انه يطلع دوت، او بيقول لك النهارده مثلا انا هقول جمله معينه عشان الناس تفتكرها، ولا بتيجي بالصدفه؟ يعني كلنا فاكرين زيدان وسونج، طبعا طبعا دي طبعا، اعتقد دي كانت جميله. دي علقت مع الناس. لكن في كمان على مستوى مثلا كابتن، يعني بنتكلم على كابتن ميمي الشربيني كان ليه طبعا حاجه معينه، طبعا كابتن طبعا طبعا. يعني محمد لطيف كان ليه حاجه معينه، كابتن جويني كان ليه، يعني الحاجات دي بتبقى اساتذه كبار مقصوده. جدا جدا طبعا بالظبط طبعا. بالظبط. كابتن ميمي الشربيني طبعا ببعت له التحيه، لانه من المدارس يا كابتن هاني السلسه الجميله، ومن الناس والاساتذه الكبار اللي احنا يعني اتربينا على صوتهم، على عظمه قيمتهم، على احترامهم ما فيش اي ميول. كل الاسماء الكبيره اللي حضرتك قلت عليها دي افضل ميزه كانت موجوده عندهم، كابتن حمد امام الله يرحمه، كل دول كان عندهم انتماءات لانديه كبيره جدا زي الاهلي صحيح. والزمالك، لكن عمرك ما حسيت بان هو عنده ميول لاهلي وزمالك. ودي قيمه الاحتراف عندهم، وقيمه ان هم ناس كانوا المهنه فيها جزء كبير. حته الكلمات يا كابتن ان انت تكتبها وتحضرها وبتاع ما توصلش للقلب، انت الكلام اللي بيطلع منك ده على طول في صحيح. حالتها في وقتها هو ده اللي بيوصل للمشاهد. فتحضير الكلمات او تحضير اللازمات والحاجات دي كلها مش ما بيكونش مجدي وما بيوصلش للناس، بتبقى دمها تقيل. وبعدين كمان ان انت تحضر دايما لازمه في كل جول بيجي برضو مش انا بشوفها مش لطيفه. في ناس فعلا بتعمل طبعا كده، في يبقى كل لازمه، لازمه في كل بيبقى لازمه، اللازمه بتيجي ساعه الحدث وما تعدهاش كتير. ويعني في مدارس اختلفت، في ناس تحب السجع، في ناس كل ده طبعا هو الشيء اللي بيطلع من القلب بسرعه في وقت الحدث ده، هو ده هو ده اللي بيوصل. طبعا طبعا. طيب هاخد من حضرتك من خلال خبراتك الكبيره وما ينقص المعلق المصري، احنا طبعا على مستوى يمكن التونس بالذات سبقونا شويه في الجزئيه ديت، ايه اللي ناقص المعلق المصري؟ واكيد طبعا بتتابع الدوري المصري بشكل كبير، بتقول لا ناقصنا واحد اتنين تلاتة. لا بص يا كابتن، يعني احنا ما فيش الحمد لله، انا بشوف ما فيش حد الحمد لله سابقنا، دي طبعا او خدوا فرص، يعني ممكن نقول ما هي يعني نتيجه ايه يا كابتن. يعني انت لو البطولات دي موجوده، البطوله بتلعب دور كبير جدا في اسم المعلق، يعني البطوله الحدث الحصري بيلعب دور كبير جدا. عدد المباريات، كم المباريات في القنوات الحصريه كبير، بيثقل اي حد. حتى بتلاقي واحد بيبدا ب 15% 20%، بعد 3 4 سنين بتلاقيه وصل لمستوى عالي.
طبعا الحاجات اللي اتكلمنا عليها في الاول طبعا ان لازم يكون في نوع من التثقيف، لازم يكون اصلا في اهتمام ان احنا يبقى في لجان تعرف تخرج معلق كويس. وخلي بالك مصر فيها مواهب كبيره جدا جدا، بس ما عندناش الجزئيه دي، عندناش احنا انا بشوف اكاديميات، عندنا احنا بنتكلم على اكاديميات كره قدم، بنتكلم على تاهيل مدربين، بنتكلم على تاهيل علاج طبيعي. هل في لجان او اكاديميات لتاهيل كمان المعلق الرياضي؟ هو لازم تكون اللجان ديت حد يكون بص المتخصص هو اللي بيعرف يجيب لك حد، غير متخصص دايما مش هيجيب لك حد. ودي مهنه خلي بالك زي الفن وزي ما قلت لك زي لعب الكوره ما فيهاش واسطه. يعني دي لازم تيجي واحد يكون موهوب، عنده الكفاءه، عنده امكانياته التعليميه كويسه، عنده جزء كروي، يفضل انه عنده يكون جزء كروي، لان في اسماء كبيره جدا من التعليق في الوطن العربي مش لعيبه كوره. فيفضل ده يفضل لانه هو اصلا هيخدم نفسه بيه ويطور نفسه بقى في الحاجات الجزئيات اللي اتكلمنا عليها، حته انه ياخد يشتغل على نفسه كويس جدا في الجزء التحكيمي، لان بيجي لك مواقف يا كابتن هاني انت ممكن تظلم حد فيها. يعني انت مثلا لو مش متطور دلوقتي في قصه الفار، دلوقتي مش متطور في الجزء البدني، دلوقتي مفيش حاجه مثلا دلوقتي البدني لا يختلف وانت مدرب كبير، لا يختلف عن الجزء طبعًا الفني. يعني دلوقتي ما بقاش زي زمان المعد البدني ده نشوفه في الملعب والمدرب يطلع بره يشرب شاي قبل ما المعد البدني يحضر الفرقه، لا الموضوع كله دلوقتي بقى باكج واحد. مزبوط. وبيشتغل المعد البدني مع المدير الفني والخطه كلها التدريبيه فيها الجزء البدني. يعني كل يوم الكوره بتتغير بشكل غير طبيعي، اجهزه بتدخل على الفرق، الفرق الكبيره دلوقتي في العالم. يعني انا كنت قريب جدا مثلا بتفرج على تدريب للبايرن ميونخ، بتشوف مثلا الفريق بيعمل 8 و9 سمول مارما اللي هو الجول الصغير، عشان هو الميني جولز، الميني جولز ده عشان يقفل زاويه التمرير. فكل يوم انت بتشوف الكوره ده مهم، ان حتى انت دلوقتي رساله للمعلقين المصريين ان هو يتابع كمان الحصص التدريبيه، وده متوفر على انا عملت معاشات يا كابتن هاني، عملت معاشات وانا مش مدرب، عملت معاشات كتيره مع فرق كتيره جدا. بص كره القدم انت بتصرف الدولار بتحطه في دماغك بتروح تجيبه، ما فيهاش نفس الكلام بالنسبه للمدرب. يعني انت بتحط الدولار او بتحط استرليني او بتحط حاجه عشان تروح تعمل معايشه مثلا مع فرقه 10 15 يوم، بتشوف احدث حاجه في الكوره، لما بتيجي تعلق انت بتبقى شايف الفرقه ازاي بتتكون، ازاي بترحل، ازاي بيغطوا كويس، ازاي بيقفلوا زاويه التمرير، ازاي بعد كده لما فرنسا دخلت مثلا موضوع الدايموند وقفلوا ب 4 2 3 1 ازاي عملوا كل الكلام ده، ازاي بتترحل الفرقه. فكل ده لما انت بتيجي بتشرحه المشاهد بيعرف ان انت معلق كره قدم فاهم، مدرب بياخد حقه، الجماهير بتاخد حقها، لو في مشاكل بتقدر تخرجها في عمليه الارتقاء، في عمليه كذا كذا. ده مهم جدا. وحاجه الجزء كمان اخر، انت تابعت كل دوت وعامل معايشات على مستوى التدريب، طب على مستوى الفار، والفار دلوقتي تقنيه جديده دخلت مصر، انت كمعلق كمان حضرت نفسك لده ازاي؟ ذاكرته ازاي؟ علشان في لغط كبير جدا حوالين الفار، وشفنا الاسابيع الاخيره، طب الحكم يروح ما يروحش، طب ايه يعني ده كمان، عشت القصه دي ازاي وذاكرتها ازاي؟ بص يا كابتن هاني، الفار كويس واضاف للكوره اضافات كويسه، وانت بتروح تدريبات، انت بتروح تاخد دورات زيك زي الحكام، انت بتروح مثلا اتحاد الكوره تشوف امتى لجنه امتى الدوره التحكيميه الجديده وبتقدم عليها. واكيد ما اعتقدش ان في اتحاد كره في مصر او في حته في العالم مش مبسوط ان في مذيع يجي او في مقدم برامج يجي او في معلق يجي. بالعكس لما تروح تحضر يا كابتن هاني في الفقرات التحكيميه بيجي لك 30 40 حاله، تمام؟ الحكام نفسهم الدوليين بيختلفوا. يعني حضرت مثلا مره سيمينار ما بين علي بوكسيم، كان حكم عظيم جدا، حكم مونديالي، ومسيمو بوساكا وكذا حد في مره من صفوه الحكام طبعًا. طبعا مسيمو بوساكا ده كان ماسك التحكيم في الاتحاد الاوروبي، لما قعدوا في حالات هم اختلفوا عليها هم نفسهم، وانت قاعد بقى كمعلق لما بتشوف ازاي. فكذلك الحال بالنسبه للفار. بص يا كابتن، انا بشوف لحد نهايه العالم هيظل كرة القدم فيها صراع دي او لا، لان هي برضه فيها نوع من السنس وفيها نوع من الجزء التقديري. حتى بالنسبه حكم الفار هو حكم ملعب بس موجود في الفار، نفس المساعد نفس الكلام، فهي برضه فيها عمليه تقديريه سيميليشن. اللعيبه دلوقتي بقى عندهم ثقافه برضه عاليه جدا في السيميليشن، في التمثيل، في انه ازاي يقع، ازاي يتحرك، حاجات من هذا القبيل. انت شايف الفار على المستوى، على مستوى العالم، ما بنتكلمش على مصر بس، افاد شويه الكوره ولا أفاد. في جزء انه يقول لك لا يمكن متعه كره القدم قلت شويه بدخول تقنيه الفار؟ ما هو بقى الجزء ده، ان احنا لازم ما ناخدش وقت في عمليه انت حتى في اوروبا لما بتيجي دلوقتي في دوري ابطال اوروبا في اي وضع ما بتلاقيش ثواني، بياخد القرار بسرعه، لان دي كفاءه الحكم. صحيح. لو الحكم كفاءه وعنده ثقه بنفسه هو زيه زي اختبار الملعب الحقيقي، بسرعه بيدي القرار وخلاص. فلما بتاخد وقت كتير وعدد دقائق كتيره، لان برضو الوقت ده خلي بالك بيتاخد، لان الحكم عاوز يوصل لاعلى مستوى من ان يدي كل واحد حق.
فالوقت ده بيتاخد عشان كده. فهو الافضل بيضايقك انت على كمان كمعلق طبعا وده بقى بيوديك لمرحله ان انت لازم تحضر كويس جدا المباراه بتاعتك ومباراه الفاينل غير المباراه العاديه ولازم تحط لنفسك وقت. انت ممكن بعض الاوقات في ماتشات كنا ساعات بنعلقها في افريقيا النور بيقطع 12 دقيقه 13 دقيقه لو انت مش محضر كويس وبعض الاوقات يجي لك مثلا ماتش فاينل وفي تتويج وكده لو انت مش محضر كويس داتا عن كل البطوله وبتاع تقدر تتكلم حوالي 17 18 دقيقه استرسال فطبعا ده بتحتاجه انت بقى ذكائك انت بتحضر يعني وبتجيب مجموعات حاجات كتيره جدا زي ما يكون مثلا انا عازم كابتن هاني واسرته فبجيب له كذا حاجه هو يختار بقى اللي بيحبه منها. فنفس الكلام المعلق بيجيب حاجات كتيره جدا للمشاهد. في مشاهد بيحب التاكتكس, في مشاهد بيحب الدعابه الحلوه, في مشاهد تاني بيحب انت تعيش المباراه, في مشاهد تاني يحب المعلومه, في مشاهد تاني يحب ان انت يعني ما تخرجش من 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 اطار اللياقه والادب في يعني دي اذواق انت بقى انت بتحاول كل دوت كل الحاجات اللي المشاهد مع اختلاف اذواقه بيحب يتفرج عليها او حابب يسمعها اثناء طبعا. المباراه انت بتلم بكل ده وبتحاول تحاول تشتغل على دوت ولا بس انت مش قصده انت مش قصده انت لو رضيت ضميرك واشتغلت هتطلع تلقائي هو ده الاول لو بدات انت صاحب ان ترضي انت عاوز ترضي وعاوز اسمك يكبر راجل هادي وراجل فير فانت لما بتعمل ده بيوصل للناس لان انت بتدي له حقه. فما ما ما بص يا كابتن انا في تعليق اصغر لعيب زي اتخن لعيب في العالم لان اللعيب ده عنده عيله وعنده اسره وعنده اولاد نفس الكلام بالنسبه لدول نفس الفرقه كل فرقه عندها جمهور وعندها لازم تحترمهم. فانت لما بتروح بده بيوصل بسرعه مشاهد ذكي جدا مشاهد ذكي جدا والمعلق زي ما قلت لك هو السيلز هو بتاع المبيعات بتاع القنوات. فاحنا المفروض ان شاء الله باذن الله تعالى الفتره اللي جايه دي بتمنى ان احنا نهتم جدا جدا وفي ولاد زي ابن حضرتك دلوقتي كده والولاد الجداد دول كلهم ولاد مثقفين جدا جدا ده احنا ممكن دلوقتي نخرج معلقين احسن من الاجيال اللي فاتت كلها بما فيهم انا. التكنولوجيا كمان ساعدت طبعًا انك طبعًا يطور نفسه بسرعه وده للجيل حضرتك بتتكلم الجيل اللي طالع لنفسه يبقى معلق رياضي وخاصه في كره طبعًا القدم طبعًا ان تفتح له مجال وتدي له فرصه ومجال اصعب من ايامكم على يعني طبعًا طبعًا يعني طبعًا انت مش كبير للدرجه دي لكن انا بتكلم إيه لا بس انا برضه عشان ادخل يا كابتن هاني تعبت جدا تعبت طبعا عشان ادخل المجال عشان انت مش اسم انا ما كنتش اسم في الكوره وما كنتش اسم في التعليق وان انت تبدا بقناه فضائيه خارج بلدك صعب. وان انت تبدا في قناه فضائيه محترفه فالوصول صعب ان انت تدخل برضه ده صعب وتعدي صعب وتقاتل ان انت تبقى موجود ده صعب وبيحتاج مجهود كبير جدا منك أكيد. وعشان تثبت نفسك برضه في القنوات الفضائيه بره ان في صراع يعني صراع جميل وصراع ان كل حد عاوز يثبت نفسه فالموضوع مش في تنافس كومبيتيشن حتى موجود تنافس محترم جدا طبعا يعني.